الموضوع في تغيرات موضوع كتيرة كبير. كده بيجري. الموضوع انت عملتي ايه يعني، اهلك عملوا ايه وهم بيدخلوك الرياضة ولا اي اصلا؟ حاجه زي ما انت قلت كده زمان، الموضوع كان سهل، اللي جنب ورقه البيت وملف صح، وباي حضانة باي. جنب البيت بنروح نقدم عليها والموضوع خلص. يعني الموضوع بالظبط. بقى كبير المرة دي ليه؟ يمكن فكره التحديات وفكره التنوع في المدارس وفكره ان احنا بقى عندنا مدارس بتطلب طلبات من الاطفال اكبر من التوقع حسب الفئه العمريه. احنا زمان كنا بنخش نتعلم كل حاجه في المدرسه، صحيح. دلوقتي بعض المدارس او بعض الحضانات عايزه الولاد تروح ليها متعلمه حاجات بالفعل، امال فاصبح هما هيعملوا ايه؟ دي نقطه دايما في النظر. يعني هو جاي لك جاهز، انا جاي لك دكتوره، هتعمل لي ايه بقى يعني؟ لا دي مثلا بعض المدارس بيبقى النظام الاكاديمي بتاعها تقيل، فهم بيبتدوا مثلا من 3 سنوات ونص، في طفل بيبقى رايح ليهم عند عمر ال5 سنوات، فهو بالنسبه له 5 لسه ستيل برضو مرحله رياضه اطفال، بس بالنسبه للمدرسه دي لو هي متبعه النظام من 3 ونص، فهو في سنه ونص جاب تعليمي، فيقولوا لا احنا لازم نعمل تيست، لازم نعمل انترفيو نشوف هو عارف ايه بس ومش عارف ايه. يعني دي شروط سن ما فيهاش مشكله، دي حسب بقى شروط سن كل مدرسه، بس فكره ان انا يبقى في ابني سنه صغير بجد داخل حضانه يعني يتعمل له انترفيو، هو حبيبي ايه خبرته في الحياه بالظبط، لو هنتكلم من حيث عدد الايام حتى. يعني خبرته في الحياه عشان اقعده قدام حد اللي هو اصلا ممكن يكون خايف من الناس لسه، يعني مش عارف يتكلم مع حد ما يعرفوش. بالظبط. يعني ايه المفيد في فكره الانترفيو ده او المقابله دي؟ هو الحقيقي بالنسبه للحضانات يعني لما بنيجي ندخل حضانه عاديه مش مدرسه ما بيبقاش فيه قوي فكره الانترفيو، على قد ما هي بتبقى موجوده عشان يقيسوا المهارات الحياتيه عند الطفل، زي ما انت قلتي مثلا بيعرف يتكلم مع الناس ولا لا، تفاعله، هل عنده اي نوع من انواع الاضطرابات زي تاخر الكلام، هل حاجه من ذوي الاحتياجات الخاصه، فالحضانه تعرف تقيم الكيس او الطفل وهو داخل لي انا عارف اتعامل معاه ولا لا. صحيح. بس بالنسبه للمدارس الموضوع مختلف، لانه بعض المدارس بيبقى عندها نظام أكاديمي تقيل، فمثلا لو طفل رايح ليها في عمر أكبر من العمر الولاد عندها، فلازم تتأكد أن الطفل ده عارف المعلومات دي حتى لو هو لسه في عمر رياض أطفال 6 سنوات. في مدارس بتقول أنا ببتدي من 3، فالطفل اللي جاي لي عند 5 أو عند 6 ده متأخر عليا، فأنا لازم أتأكد المعلومات دي عارفها ولا لأ. فده بيختلف من مدرسة لمدرسة، عشان كده المربي لازم يبقى عارف وهو بيروح يقدم في المدرسة. النظام الأكاديمي في المدرسة بتتبع أي منهج وانا ابني واصل الى اي ليفل، لانه لو الطفل برضو دخل وحاسس ان في فرق كبير هو مش عارفه بيحس بالعجز، وده مش بيساعده انه يتقبل خالص الحضانه او المدرسه في السنوات الاولى، دايما بيبقى طبعا. في الاول اصلا بيبقوا خجلانين شويه، حاسين مش عارفين يكونوا صداقات، مش عارفين يتبعوا الرولز بتاعه المكان، او في وقت في الكلاس روم في وقت بره، فدي كلها بتبقى تحديات. انا نفسي بقى ان احنا نغير فكره الانترفيو لفكره ان انا اقيس المهارات الحياتيه بتاعه الطفل. يعني انا احييك الحقيقه على النقطه دي، احييك على النقطه دي، يعني هو ده المفروض، لانه اصله طفل يعني. بالظبط. وبالاضافه انه بقى الغريب انه بره خالص اقل من 7 سنوات مفيش حاجه اسمها ان انا اقعد الطفل واطلب كمان من المربي يطلع بره بالظبط، واجيب حاله بانيك للطفل واقول له انت هتقعد مع شخص غريب هو عمال يسالك انت عارف لازم ايه ومش تجاوب بادب وتجاوب بشياكه وتجاوب عشان نسلم على الطفل مش عارفين هيسلم علينا ولا لا. لا وانا بتكلم بالظبط، انا بتكلم في طفل بقول له اللي انت يعني ازاي برضو دي انا وصلت طفل، طفل بقول له انت خلي بالك دخولك من الحضانه دي تحديدا يعني هو نقطة تحول في مسار حياتك، كأنها فعلا يعني أنا بشيل الهم وأنا في ثانوية عامة. بالظبط. أنا بشيله دلوقتي، أصبح الهم بشيله للطفل وهو مش واعي. صحيح. أصلا مش مدرك. صحيح. اللي أنا بقوله له. وأنا عايزة أقول نقطة مهمة أوي، أنا للأسف بيجي لي استشارات كتير من أولياء أمور بيفضلوا يضغطوا أولادهم في السن الصغير، لا هنقعد نكتب، والولد لسه أصلا في العمر ال3 سنوات 4 سنوات مهارات بتختلف. بالظبط. مش قادر وأصلا المفروض أصلا الألم. ما ينفعش يعني تعليميا ما ينفعش اللي هو يمسك القلم من غير عند سن معين. بالظبط. أنا بقى لازم عشان أنا كمربي مضغوط عشان المدارس بتضغط تقولي لا انت لازم تجيبولي يقعد يكتب في الشيت مثلا، فالمربي يفضل يضغط الطفل في السن الصغير. مين هنا مشكلة بتحصل مع مين؟ بتحصل ما بين المربي والطفل، فتيجي عندنا مشاكل بقى بيرفض يذاكر معايا طول الوقت، بقى عنيد، بقى بيتحرك كتير. ليه؟ لان انا حطيته في حاجة هو مش مستعد ليها. فاتمنى ان المدارس فعلا تعيد تاني وجهه النظر في فكره الانترفيو. لا انا محتاجه ايه دكتور، انا بخاف ان احنا نعلم ولادنا باوربوينت قبل ما ندخل المدرسه. ده اللي جاي برزنتيشن سكيلز.